follow the instructions actually. Okay. عم سجلهم انا اذا شيء عم سجل الستبس على الماشين تاعيتي واللي انت عم تشوفون هون اكشلي لايف سو هيك احسن من بلاها. بس انا كنت مضطر انقل على ذيك الماشينز من شوي بس مشان فرجيكم الفولدرز الان سي 2 كمان فايزر. لا لا عادي رو. Defining it on using the asset new asset image لحاله حيصير يخلق لك اياها هون اذا ملاحظ بقلب الميب ماب. اوكي سو هيدا هو التول اللي اوتوماتيكلي بيعمل لك جنريشن لكل الميب مابس فيرجن فروم ذا سيم. انت هون نحن نكون جايبينها وذ هايست ريزولوشن حطيناها بقلب الدروبل وبعدين بس نستعملها as an icon for the application automatically حيعمل لها resizing. ولاحظ كيف بتصير عندك اياها with all the needed densities for the application. Okay. هلا اذا انت عملته مثل ما انا عملت actually guys لانه نحن already خلقين application عند الاي سي لانشر as an image. اوكي دانيال والشباب في حال انتم already هي مأشرة على الاي سي لانشر انا اعطيتها another name سميتها app icon. اوكي هلا لحاله مثل ما شفت زاد لي هون بقلب الميب ماب حد الاي سي لانشر اللي هي الديفو تاعت الاندرويد. وات اي كان دو هني انا بقدر امحيها من هون بقلب الاكس ام ال بروح على manifest file بقدر هون امحي كلمة اي سي لانشر كنترول سبيس كان عم بيعمل لي كود كومبليشن بيعطيني الخيارات بقول له بدي نقي الاب ايكون سو بس اختارها هلا اوتوماتيكلي نكست ران حيصير يقشعني هيدي الايكون اللي هون از ذا ايكون اوف ذا ابلكيشن. اوكي بليز جايز كمان في نقطة حكيتكم عنها اللي بيكون مشغول منكم بالماشينز اتس فاين اتس نوت ا بيج ديل هيدي ملاحظة حتضلها مسجلة عندكم بالفيديو اللي هو هون ايلو كان بالسكشن 2.3 كريتنج ذا ابلكيشن ايل سموها ويلكم خلي الباكج تاعتها تكون
detail.com and so on and so forth. So دول steps نحن حرقناهم دغري خلقنا my application different application بس مشان تقلعوا بسرعة بعد البريك. Okay. So لما ترجعوا أنا it's never late فيه دول أشياء فيكم تغيروهم أنتوا manually من قلب ال manifest من قلب ال SRC files resources files sorry. So هون أنا بقلب strings.xml بقدر أغير اسم الابليكيشن تاعتي سميها welcome. Okay. لأنه هون بتتسجل ال app name. Okay. لاحظوا هذا الاب نيم هو المستعمل بقلب المانيفست هون as the application name. Okay. So هون if I click on it هلا بيخدني على كلمة welcome. Okay. The same thing applies for the package name. بقدر هون اعمل لهم رايت كليك من برا للباكجز. Okay. وقول له refactor rename. وبصير I can change the packages سميهم detail dot something. الباكج نيم مش هنختلف نحن وجميع الديتيل فينا نسميهم مثل ما بدنا. اوكي؟ You mean? A new what؟ اللي بالنسبة للايمج قصدك؟ اه. اه هيدا السيمبول إذا بتقريهم بالتفصيل عم بيقول لك هون اللي هلا نحن بدنا نعرفه هو الابلكيشن ايكون. الابلكيشن لانشر ايكون اللي انت بتحصلي عليها بالعاده انهارت اللي بتفقسي على على هيدا السيمبل. لاحظي هون طالما دورت التليفون تاعي. اوكي صار في فرجيك اياها شايفه هيدي هي قصده فيها. سو انهارت اللي بتفقسي على الابلكيشن دراور يو ويل سي ذا ايكون اوف يور ابلكيشن هير. اوكي سو مشان ما تطلع كايند اوف انونيمس مثل الابلكيشن طلعتنا المره الماضيه هلا حتشوفي نهار اللي حاعمل ران حتصير تبين انا عندي الايكون هي هيدي تعيد شو اسمه. اوكي سو باي ذا واي انا هلا ام جانا هيدي قايل لك تحديدا ريان سو لحظه اول شيء قايل لك روحي على الابس لانشر سوري روحي على الريسورسز فولدر اند ذن سيلكت نيو بس مش قايل تعملي رايت كليك سو هيدي اللي منقصها سو فيك تروحي على الابلكيشن او وات ايفر يو وونت اند ذن كليك اون ا نيو. لاحظي هون بالليست في عندك بالنص تقريبا ايمج اسيت. اوكي لما تفقسي عليها فيكي هون تنقي انه انت بدك هانتوا عندكم غير انترفيس لانه فيرجن قديمه من هون بتقولي له بدي نقي غير فايل يس لا من هون بدي نقي غير فايل ومن هيدي البتن هذا بيكون اخذك على الفايلات تاعول الاندرويد. اوكي قولي له بدي اروح على الابلكيشن تاعيتي سو ماي اب بتنقي الاب فولدر جو اهيد اس ار سي مين ريسورسز دروبل وهونيك انت حطيت اياه مفروض. اوكي يو سي اوكي هلا لحاله اوتوماتيكلي بيعملها بارسينج بس قولي له هلا نكست حتصير تبين حد الاي سي لانشر حتبين بالاسم اللي انت بدك اياه ريسورسز دايركتري هي هيك some existing file will be overwritten. هلا لانك تركتيها اسمها IC launcher حيعمل لها override. اوكي انا عندي مثلا ليكي سميتها app icon.png بال previous actually I think بتعطيها انت النيم تاعيتها بال previous هون عدت yes. اوكي فاذا بدك تغيريها فيك سميها my app icon او launcher icon او اللي بدك اياه. اوكي بس ساعتها ثمنها هيدي انه تغيريها بالمانيفست فايل يس yes. هي بس مشان تكون شيبت لانه اي ثينك يو هاف تو كليك بالفيديو موجوده مسجله عندك يو هاف تو كليك اون ذس بتن اوكي لتروح على ليك طلع شو قايلت لك هيدي البروجكت دايركتوري اذروايز هو كان حاططك هيدي هي جاي شيب مع الفايلات تاع الاندرويد. اوكي فكان فيك تروح على محل ما انت بدك تجيبها اذروايز اذا تروحون على الاس ار سي مين في حتى كمان مش ضروري مع البروجكت يا يو كان ابسولوتلي في اذا بتجيبها من برا هو بيرجع بيخلق لك اياها anyway. يعني هلا انت شكلها مش حاططها فيك تروح تجيبها من برا رجع برم انت شوف عندك على الديسكتوب. اوكي برم عليها and then you can find it and add it. اوكي Thank you.
ويلكم. شور انا حاطهم على دروب بوكس كمان للفايلات اوكي. مع انه انا هلا بدكم بس الايمج لهذا التشابتر 2 اوكي. هلا برجع بحاول اتاكد اذا بعد في شيء ثاني بس اي ثينك بس بدكم الايمج. الفايل الثاني الاس ار سي اللي نقلناه زيب فايل ححط لكم اياه اني واي بس هو هذا خاصه بالتشابتر 1 مشان بس تعملوا له رن اوكي. والكتاب اكيد صار اوريدي موجود على دروب بوكس. يس 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 ايه ححط لكم الاس ار سي تاع التب كالكوليتر كمان اكيد اوكي. سو هذول كلهم حيصيروا عندكم اياهم بقلب الفولدر اسمه اندرويد ديف. Thank you.
الشغل. اوكي سو حارجع على اول ستابس كان عندنا اياهم بالبيت جايز. بلشوا من 2.3 from the very first step of creating the application. اوكي بتروحوا هون على هيدي الستاب تخلقوا الابلكيشن with the right name. في كثير ناس منكم التبس عليهم الموضوع وخلقوا ابلكيشن عملوا input للابلكيشن اسمها tip calculator وكملوا الشغل عليها. It's not the idea. لأنه بس يوصلوا على الستاب 2.5.3 اللي فيها change the relative layout بيلاقوا في surprise. Create just like exactly the same steps. For instance أهم شيء إنكم تنقوا إنه بدكم هون empty activity. أوكي إذا ما نقيتوا في empty activity نهار اللي بتوصلوا على هيدي الستاب relative layout بدكم تغيروه. بتروحوا هون على هيدا الشيء اللي اسمه component tree بتلاقوا عندكم complex layout منه بس relative layout وبقلب text view. اوكي سو لازم تحترموا هودا الستبس وتكونوا بلشين من application from scratch اعطوها نفس الاسماء نفس الاساس. هلا انا هون بالفيديو اللي بيكون تابع على الاول steps بالفيديو حشوفني احتلت على الموضوع. انا كنت عندي my application data غيرت لها الاب نيم رحت هون من قلب things.xml سميتها welcome لأدارك الموضوع. الايكون طبعا عرفناها انا وياكم ما في مشكل شفتوها ستيب باي ستيب كيف عملناها. هيدي هي ذات الستاب. شيء ثاني اللي عملته كمان هو او اللي كان في اعمله ما عملته هو كان في غير اسم الباكج نيم وغير اسمها الاسم الباكج هون عندي بقلب الجافا ابلكيشن. اوكي غير هيك بيكون يعني هدول اذا خلقت انت ماي ابلكيشن عملتها بسرعه فيك ترجع تدارك وترجع تاخذ نفس الستبس. بس هو اهم شيء انه يكون باللاي اوت عندك يو هاف ذا امتي اكتيفيتي اللي هي بتعطيك اونلي ذا اي لينير لاي اوت اكشلي بتعطيك حتى ريليتيف لاي اوت وبتعطيك تكست فيو مكتوب قلبه ويلكم. اوكي او هيلو وورد اكشلي سوري. سو بعد ما تغير الايكون هون مثل ما هو طالب منك تمشي بهدول الستبس بيقول لك يو هاف تو تشينج ذا ريليتيف لاي اوت تو لينير لاي اوت. وحكينا هذا الشيء باول حصه كنا عم نقول ليش بدنا نغيرها للينير لاي اوت. سو تو تشينج ات هون بحكيك عن شيء اسمه كومبوننت تري بهالفيرجن من الاندرويد اللي يمكن ما ترجعوا تشوفوها مره ثانيه ان شاء الله اذا رحنا على اللاب 3 بعدها موجوده الكومبوننت تري. انا هون عندي بقلب الفيرجن الجديده من الاستوديو موست بروبابلي عندكم بالبيت اذا بتشوفوا هون بقلب الديزاين فيو ما في عندكم هيدا الكومبوننت تري بس عندنا شيء احلى منه اللي سالتوني عنه هذيك المرات كان هو اكشلي البلو برنت. اوكي البلو برنت هو هدفه في حال الرندر شفتوا من شوي كان في مشاكل بالرندرنج لوهله معينه ما هيك ما يعطيكم شو الجرافيكال انترفيس يو ريلي دونت كير بركي ات ران تايم بيمشي الحال. اذا عندك مشاكل لانه خاصه مثلا يصير الاب ثقيله بقلبها كثير كومبوننتس يمكن ما تنعرض منيح وتاخذ وقت كثير بدل ما تضطر تعملها ريفرش وتنتظر فيك تطلع اذا البلو برنت واثق منها يعني شايف انه في عندي لينير لاي اوت بقلبه تكست فيو في حد وبطن اند سو اون فواثق من الستراكشر تاعت الجي او اي تاعك
You can run the app وبعدين تنتظر الرندرر يرجع يعمل لك ريفرش. هذا هدف البلو برنت. هو ذاته مثل الكومبوننت تري. كومبوننت تري اللي هون حطيت لك اياها والموجوده هون بهدول الماشينز على الاندرويد ستوديو 1 بوينت سمثينج بتلاحظ بيحط لك كانه الايرركي او التري of all the components. Okay. هون ببين عليك انه في شيء اسمه relative layout هو الروت element هو الروت group view بقلبه text view مكتوب بقلبه hello world. Okay. عم بيقول لك هون we want to modify this to a linear layout. طلع ليك بدك تتحملوا شوي صغيره للديتيل لكل الكتب actually كل التيتوريالز بالحياه خاصه انتم الفرنش سكشن لازم تتغلبوا على هيدي المعضله كثير كثير منيح ومن هلا من هذا التشابتر اللي هو تكنيكلي مش عم تعمل شيء خطير بس التكست نيفرذليس كامل ليه لانه زلمه مش قاعد حدك بس بدك اياه بدك تقراهم على صوت عالي اذا فيك بالبيت وكانه حدا قاعد حدك عم يفسر لك اياهم سو عمل هالستيب ان ديتيلز معك لفرجيك كيف ممكن تغلط فيها ابدا شو عم بيقول لك كليك ذا تكست تاب ات ذا بوتوم اوف ذا لاي اوت اديتور تو سويتش فروم ذا ديزاين فيو تو ذا لاي اوت اكس ام ال تكست هلا اذا عم تبلش من هون من نص التكست بتستغرب تبقى انا بتفتح هون بتلاقي حالك يمكن اوريدي انت بالتكست فيو يمكن بس اذا بتشوف اول السكشن هو قايل لك كليك اون ذا ديزاين فيو لتشوف الكومبوننت تري يعني بعالمنا هلا بالفيرجن الجديد لنشوف البلو برنت اوكي وتدقق فيه انه عن جد عندك لينير لاي اوت بقلبه كذا او ريليتيف لاي اوت بقلبه كذا اوكي التكست تاب هي التاب الموجوده من تحت اوكي بيقول لك على الستاب اللي من بعدها بيقول لك ات ذا توب اوف ذا اكس ام ال باللاين نمبر 2 بالفيجر الفلاني دبل كليك ذا اكس ام ال اليمنت نيم ريليتيف لاي اوت تو سيلكتد ذن ستارت تايبنج لينير لاي اوت يعني هون كان مكتوب في ريليتيف لاي اوت انا هعمل عكس وارجع رجعون وبقول لك ستارت تايبنج ليه لانه عارف مجرد ما يو ستارت تايبنج حيعطيك اياه از ا تشويس اوكي وفيك تنقيها بلاحظ كيف تغير من فوق ومن تحت اوكي كمان حرجع عيدها مره ثانيه هي بتكون هيك بالاصل لما تخلق نيو بروجكت يو كان بيك اب لينير لاي اوت اوكي انتر لحاله بينقي لك اياها بغير لك الاوبننج تاج والكلوزنج تاج منه لحاله بالكود كومبليشن تاعه هذا الشيء اللي بيذكر لك اياه هون بالستيب نمبر 3 بيقول لك as you type in line 2 the IDE edits the corresponding ending XML tag هو عم بيغير لك اياها من تحت اوكي باللاين 17 simultaneously يمكن ما تطلع عندك line 17 exactly ماشيه اوكي to keep them in synchronization and a code completion window appears containing the element names that begin with the letters you have typed so far ليك طلع بس هو ماشي بس عم يحكي عن هاللحظه عن هالهنيه اللي مرقت معنا هلا من شوي اوكي فلا شك انا بالفيديوز اللي حيكون عم حل فيهم كل شيء فيك ترجع لهم فيك تشوف لايف كيف عم تصير القصص بس تقدر دائما يكون عندك متعه استكشاف انت القصص قبل ما تاخذهم على المستريح ولا تصير تقدر انت تصير لايف لونج ليرنر تتعلم على حسابك شو ما بدك بعدين اي ابلكيشن بدك اياها اتبع هذا الستايل كل الكتب بيعملوا هيك كل الويب سايتات بيعملوا هيك كل التوتوريالز بيشتغلوا هيك اوكي وان انجلش ف شو ما كان الاسباب تاعتك ممكن تمنعك قد ما تتعذب pay attention to the details وتحمل حالك واقراهم letter by letter حاول تفهمهم اذا بتقراهم انت وناعس 10 مرات نعسان سوري مش حتفهم شيء منهم يدون لانه as you type in line number 2 حترجع تعيدها as you type in line مش عم تقدر تفهم شو عم يصير بتوصل سطرين تحت لقدام حاول خليها تعيش الجمله تحاول تتخيلها اقراها دفعه واحده the IDE edits corresponding XML simultaneously to keep them in sync A code completion. Okay. طيب بدك تفسرها لحالك يكون عم تعيش الكونسبت ما فيك تشتغل انت وتعبين. اوكي. بالاخير بيقول لك once linear layout appears مثل ما شفتوا كتبت LI بين is highlighted press enter or return okay to select linear layout and enable Android Studio to auto complete the edit. طلع عم بقول لك once again هدول الاثنين مع كل هدول الصور بس مشان هاللحظه اللي هنيها اللي مرقت من شوي. اوكي. مش عم بيقول شيء خطير. Save the changes. ما في داعي تعملوا save بقلب الأندرويد ستوديو. هو automatically بيعمل save and switch back to the layout editor's design tab. عم بيقول لك بس رجع فاس هون على الديزاين تاب. حتلاقي إنه هون automatically بدل ما يكون كان مكتوب relative layout صار مكتوب linear layout. فعلياً الفرق بيبين معك بالديزاين. تاع الاب نحن حكيناهم بالفيديو اللي قبل ما كنت موجوده معنا انه لو اذا بنحطهم ريليتيف لاي اوت كثير صعب انه على كل السكرين سايزز اقدر اقول له انا في تكست وفي صوره بدي هون اكزاكتلي ضلهم 50% من حجم الشاشه يخدينا اثنيناتهم سوا مع الوقت حتصير بعد ما تفهموا كل اللاي اوتس وتشتغلوا معهم اكثر من اكزامبل يو ويل اندرستاند ذا بوينت هير بس هون مش قادر كان انه يخليك تمشي بكثير تجارب قبل ما يعطيك السولوشن هلا Changing the ID and the orientation of the linear layout. هون عم بيقلنا انه فينا نعمل double click على linear layout لنغير له ال property تاعيته. Okay. طبعا هو ماشي
لاحظوا كيف setting the linear linear layouts orientation and ID properties. To change the orientation, double click on the virtual phone screen اللي هي موجودة بقلب الديزاين editor. And then بيطلع لكم انتو dialog of common linear layout properties. Okay. وفرجيكم هون كيف تطلع. بتطلع عندكم اياه هون like this. هلا I think this option is no longer valid بهيدي الفيرجن مثل ما هي بتبين عليك مشان ما تاخذ لك محل من البريفيو تاعك. You double click on it تطلع لك وين؟ بقلب البروبرتيز ويندو. فهدول هلا سلايت تشينجز كنتوا اعذروا فيهم بين 2016 فبراوري وهلا 2016 او اكشلي سنه 2017 بعد بتسع شهور اوريدي تغير الانترفيس. اوكي فبس اتس نوت ا بيج ديل وين يو دبل كليك فعليا عن جد بيطلع لك البروبرتيز بس هن الموست امبورتنت. لاحظ نفس الايديا كيف بس كان يطلع لك هون ان لاين يعني محل ما انت بتعمل دبل كليك هلا صاروا بيطلعوا على جنب وشكلهم لاحظوا انه اللاي اوت ويث وهايت كمان مهمين انهم يبينوا. من الاول كان يطلع لك بس الاي دي والاورينتيشن. وانس يو جيت ذم الاورينتيشن بيكون ما في شيء بيكون نان. انا في فتت غيرتها بشوي بالفيديو حطيتها فيرتيكال لانه بدي هون يطلعوا التكست تحته الصوره واعطيته ويلكم لينير لاي اوت. ليش؟ لانه هو هون طالب مني انه اعطيه الاي دي اللي اسمه ويلكم لينير لاي اوت. بس عم بيقول لك اذا بتروح على الاكس ام ال presentation حتشوف انه هيدا الشيء طويل عريض كله مكتوب مش بس كلمه ويلكم لينير لاي اوت. يعني انا هون بقلب الاديتور كتبت بس هالكلمه. اذا بروح على التكست اديتور على الاكس ام ال اديتور بلاحظ انه الاي دي مكتوب at plus id welcome linear layout. I can increase the size a little bit. اوكي هلا عم بشرح لك هون عم بينوب عني قدر الامكان ويقول لك the plus هو معناتها عم تخلق انت new id. ليه؟ لانه in other places ممكن يصير انا اقول له مثلا خاصه مع relative layout ودي اقول له خلي لي هيدي تكون below بقول له layout underscore below equal بدي اقول له below mean. هون بقول له backslash like id slash وبعطيه شو اسم الكومبوننت اللي انا عندي اياه بس ما بقول له بلس لانه مش عم بخلق اي دي عم بقول له I'm referring to an existing ID. اوكي هيدا السنتاكس سرعان ما بتتعود عليه واصلا انت honestly you don't need it. لو عم تشتغل انت purely بال XML file تعال افرجيك شو ممكن يصير. افترضنا هيدي كلها تسوى مش موجوده it's optional to give an ID to your component. ليش بنعطي ID؟ كمان شارح لك قايل لك مهم مشان نهار بدك تعمل عليه access من قلب الكود نهار بدك تعمل عليه access من قلب الكود واللي بيرجع على الفيديو تاعو الاول session بيشوف انه انا قايل انه find a view by ID وحاصل على الالمنت من ورا الاي دي تاعه. اوكي ونفس الشيء وقت بدي اقول لهم ريليتيف لاي اوت بدي اقول له below that ID او اوكي okay. او بدي اقول له الكالر مثلا خلي يكون الكالر هي الاي دي تاع كالر معين and so on and so forth. اوكي سو اذا بدك تزيده بالاكس ام ال ما بيهمك السنتكس الكامل قول له انا بدي اعرف له اي دي لحاله بيعطيك انه هي اندرويد كولن اي دي كولن يعني نقطتين دو بوان ولحاله بحطها يكون بيقول لك شو بدك اياها اتس لايك اي نيو اي دي قول له يس ات بلس اي دي وبتعطيه انت هون الاسم اللي انت بدك اياه ويلكم بدل تاكسي فيو ويلكم لاي اوت. اوكي از ات فاين سو فيك تعملهم بوث ويز ايذر من البروبرتيز ويندو لايك ذس او من قلب الاكس ام ال. اوكي وطبعا كل شيء بكره حتصير تشوفه كمان بحصه لاحقه انه اتس كومبليتلي فيزبل يوزينج جافا كود. اوكي سي بتقول له لايك فايند ذا فيو ما فينا نقول له فايند ذا فيو باي ايدي نكون نحن خانقينه على ايدنا وفينا نقول له دوت سيت اي دي تعطيه لاي فيو كان في عنده ميثود اسمه سيت اي دي اند يو جيف ات وات ايفر اي دي يو وانت. اوكي بيرفكت طالما ما قال لي غير شيء ثاني I'm not gonna change anything else. بس هدول اللي انا هلا شرحتهم شفهي مكتوبين هون بين السطور. اوكي يعني محل ما بيقول لك ليش مهم الاي دي بالحياه it's described here. اوكي wait Yes, a view's name is defined by setting its ID property, which is specified in the layout's XML with the attribute ID. Double click كذا كذا لتحطون. هون عم بيقول لك the plus in the syntax indicates that a new ID should be created with the identifier to the right of the forward slash. In some cases, the XML contains the same syntax without the plus operator to refer to an existing a view by its ID. For example, to specify the relationship between views in a relative layout. Okay? So honestly, بدهم قراءة هدول الأسس لحتيد ما تقدر أنت تمرق عليهم. هلا في شغلة كمان مرقت سريعا أنا ما كنت عم أشرح لكم أنتم كنت عم تعملوها
نوعا ما بسرعه حارجع لها، اللي هي هيدا التيبل اللي هون. صحيح انا حكي عنهم شفهي بس هون عم يعطيك اياه هون شو مقصود فيهم اللو والميديوم والهاي والاكسترا هاي اند سو اون دنسيتيز. اوكي سو مثل ما اتفقنا هن رسمناهم المره الماضيه بالون نوت وقلنا هن عباره عن هاو ماني دوتس او بيكسلز بير انش اند اكزاكتلي. اتمنى هالرسمه التعبيريه تكون كمان توضحهم اكثر تخلي الكونسبت يعيش. وهون عم بتشوفهم انت بالكتاب تكنيكلي عم بيقول لك اللو دنسيتي بيكون في almost 120 دوتس بير انش per square inch. Okay. الميديوم 160 and so on and so forth. Okay. So هون we keep them in mind. هلا بعد شوي حنرجع نشوف أكثر عن مسألة ال density وال scale up density. بس هنحكي عن text size. Okay. So بعد ما نكون خلصنا نحن ال linear layout ID و orientation عملناها vertical بدنا نهتم بالtext view. التext view شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك بدنا نغير الـ ID property بدنا نسميها هلا بعد شوي بتبين بدنا نسميها the welcome text view وبدنا نغير لها التكست تاعها النص تاعها. بس للنص بحد ذاته بيرجع بيخبرك كل اللي انا حكيتهم من الحصه الماضيه وجاي انه بدنا اول شيء نعمل externalization لهالتكست لهالليبلز هدول ليكونوا بسبريت فايل مشان ما ندخلهم بصلب الكود تاعنا، لانه الهدف تاعنا بعدين نقدر نعمل لهم localization او internationalization نبعث resources file لا ترانسليتر يشوف كل الليبلز محطوطين ورا بعضهم ويترجم لي اياهم يعطيني نيو فايل بحطه بفولدر معين داش اسبانيش او اي اس او داش اف ار فور فرنش ولحاله لما بتغير من السيتنجز اللانجوج تاعت الديفايس تاعك بيترجمه اوتوماتيكلي. سو فهيدا الهدف تاعهم. طبعا انا هدول من الاسئله هدول اللي بين السطور كثير مهم تمر عليهم لهدول الاشياء اللي حتشوفوا بكره بعطيكم الاسئله بيحكوا عن هدول المسائل عن هدول الافكار. يعني مش المهم انك تخلق الاب وبس، تكون فاهمين هدول السبس لشو انت عملتهم. فبسالك لك اعطيني ثلاث اهداف. اوكي لك give me three reasons for the use of resources. اوكي اعطيني four different types of resources that we can find in the RAS folder. But true false the resources are meant to be changed dynamically ولا هن static. So and so on and so on. So لحالهم the resources خبرية. Okay. وأنا ستقايل كتير منهم صاروا موزعين وفي كتير منهم موجودين هون بقلب الناس تاع الهدا. ف honestly إيه أنا حسيت إنه عم تروح القصص باتجاه كليك 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 ما زبطت عم برجع غير كذا. It's not the idea guys. إيه ما في سباق مع حدا. اشتغل at your own rhythm. إن شاء الله لو تاخذ معك صفحة الوحدة كل الحصة آخر هام. It means إنه بدك وقت أكتر. أنا مستعد بكون هون عهامش الحصة بتبقى يمكن على بريك تنحرم منها اللي بدك إيه. بس فيك تشتغل أنا ببقى معك وبساعدك وبالبيت بتشتغل اكثر من غيرك ليش لا يمكن عم تاخذ معك وقت بس بعدين صدقني حصير تقلع اتس اكسبوننشال بتتعود على لغه الكتاب بتتعود على كل المانيبيليشنز كلهم they are built on top of each other. اوكي ما بتقعد تاخذ معك وقت بس don't be frustrated لانه في كثير معلومات مهمه حسيتكم عم تمروا عليها مرور الكرام وانا خيفين. اوكي سو مش مفروض شايف كيف عم يشتغلون هيك بهالدقه. اول شيء نصوص طويله فرجيتك كيفيه بتعني شغله عم تصير قدامك لايف على السكرين بس الزلمه منه موجود فيديو ليخبرك اياها فبتاخذ معه كتير تاكس. او الستايل الثاني اللي هو انه قبل ما يقول لك تعال نعمل الشغله بيفسر لك عنها فدغري اسمع له. اوكي واقرا راهون معه. اوكي طبعا انا الحصص حتصير مثل ما قلت لكم مرتبه بالعكس بتشتغلوا بالاول بتتبعوا التعليمات بعدين بنعمل ريكاب بمعنى ساعه ونص او ساعتين نرجع نعمل ريكاب على اللي اشتغلتوه باللاب لانه بعرف في قصص مهمه ممكن تكونوا قطعتوا عليها حارجع اعمل سجل حصص واني واي فرجيكم بعض الكي بوينتس بقلب كل اللابات فما حدا يعتل هم لهالنقطة، أنا موجود حضلني موجود لهيدا الهدف وخلال الحصة كمان لساعدكم، بس بدكم أنتم تساعدوا حالكم، بدكم أنتم تحاولوا ما يعني استفيدوا من وقتكم ومشوا فيهم ولو سلولي بس مشوا كأنكم ما حدا اللي عم تشيل كل شيء، أوكي؟ عم تشوفوا كل شيء، لما قال لكم الأكسسبيليتي هيدي فيكم تشتغلوها بالبيت على كفالتي، أوكي؟ بتكون سكندري نوت ريلاتيف اللي بدك إياه أو عن جد تشتغلها بس تشتغلها بالبيت، أوكي؟ سو المهم بشرح لك هون انه مسجلين بقلب فولدر اسمه values بقلب فايل اسمه string.xml anyway بيروح لمحل معين بقول لك طيب هلا تعال نخلقها لنخلقها حنروح نعمل دبل كليك على ال welcome text view بعد ما تكون اعطيته هذا الاي دي وبدك تغير التكست بروبرتي هلا دبل كليك على هيدا او حتى يمكن سنجل كليك لحاله بيعطيك هيدي البروبرتي اللي اسمها text من شوي اذا بتشوفه بيكون مكتوب بقلبها hello word اوكي مع علامه التعجب بس لو انا جيت لغيرها اوكي بفقص على هيدي الفقسه بقول له بليز بدي نيو ريسورس اوكي بفقص على بدي نيو سترينج فاليو اوكي وباي ديفولت ححطها هون بقلب هيدا الفاليوز فولدر
لاحقا لما بدي اعمل translation حصير في نقيه بقلب ال values dash fr dash en اللي بدك اياه. اوكي سو يو جيف ات ا نيم حنسميها ويلكم ويو جيف ات ا سترينج هو عطيك هون هون ليك وين هذا الويندو حصلنا عليه. اوكي طبعا هلا فيك تقول ايه في ويندو بدي اروح برم عليا بتاخذ معك نص ساعه لتبرم وكذا وتفقس فقس مش عم بيمشي الحال وترفع ايدك واجي لعندك ما لنا مشكله. اوكي يو ار مور ذان ويلكم بس اذا اف يو جيت ريد اوف ذس فراستريشن وانت تحاول لك تقرا ايذر دبل كليك ذا ويلكم ان ذا لاي اوت اور سيلكت الويلكم اند لوكيتس locate its text property in the properties window. طلع يعني بس ما قال لك الزلمه يا اما دبل كليك عليا يا اما كنت بس علمه ومن البروبرتيز ويندو بتلاقي لك اذا كنت معلم غير شيء راحت البروبرتي ويندو علمته تجي البروبرتي ويندو locate the text. طيب you haven't located it it's not a big deal بلش اكتب كلمه text like view all properties. اوكي ومن هون بكتب انا text اوكي وفي له بعدين سوري هون غلطت بالكتابه تاعيتي txt بيعلم لك هون كل شيء في شيء خصو بكلمه text حيفرجيك اياه هون. اوكي معلمين بالاصفر اوب في عندي وحده اسمها text pure text that's it حصلت عليها otherwise كمان you can you could like filter them sort them alphabetically وتروح على حرف التي اللي بدك اياه في الف طريقه لتلاقيها. اوكي بس follow the instructions وهلا طبعا خلص تعلمته once for all المره الجايه كل شيء في خصو بالproperties you know how to deal with it. اوكي بس كان في الى اول مره. اوكي وانس اجين حارجع هيدي الويندو لانه انا عندي هيدي السترينج اوريدي خلقها بس حعلمها تعليم حقلها. اوكي لو انت رحت خلقتها كنت فيك تروح من هون انا حاطط بالفيديو السايلنت فيديو اللي كنت بعدني مش تاريكم عم تشتغلوا انا عم تكتك لحالي. سو وين يو كليك اون ذا ات بتشوف هون التكست صار طلع له ات سترينج ويلكم. اوكي بس تفقس على الكنترول بتن من الكيبورد you click on the string لحاله بيخدك على هذا الفايل بتشوفها معرفه هون النيم تاعها اسمها welcome والفاليو هي هيدي it's weird for you it's not a big deal double click هون لترجع على هذا الفيو ومتمت لك فقاس على السكرول لتشوف خي وين معرفه ليك طلع بقلب هذا الفايل مزبوط لكن بقلب الفاليوز في فايل اسمه strings.xml معرف هون. اوكي تكتمل الصوره عندك يس وحده هي الابلكيشن نيم اسمها ويلكم يس باي ديفولت لما بتخلق بيكون لهو يكون القدوه مش هو اللي خلق لك الابلكيشن هون بقلب المانيفست وحط لك انه عندها الليبل تاعت الابلكيشن هي ويلكم او هيلو وورد او ماي ابلكيشن ليكون هو يفرجيك المثل الذي يحتذى بيعمل لك اياها انترناشونالايزد فروم ذا بيجينينج. اوكي لوكالايزبل فروم ذا بيجينينج ماشي الحال جايز. اوكي يس مفروض يس what else شو في عنا configuring the text view text size وهون انا في عندي شيء لكم اياه هذا شرح regardless لو كنتوا عرفتوا تعملوها او كنتوا وصلتوا لهون او هيك هذا شيء that I have to explain حخلصه هون بهيدي الحصه so لانه حكينا نحن اوريدي عن ال density independent pixel وقلت لك انا بهيدا الوان نوت لما انت ترسم انه letter L عبالك يطلع من اول سكرين لاخريتها لما يكون عندك مور بيكسلز مش لازم يطلع بالزاويه من فوق يطلع كثير صغير لازم لحاله يعرف كيف لازم يرجع يدوبل البيكسلز طبعا لما تكون ايمج فيكست ايمج اوكي مش حيعرف يتنبأ لك فيها كيف بده يعملها اذروايز حتى اذا بده يدوبل البيكسلز حتطلع كثير بيكسلايز حتطلع كثير شكلها بشع سو يو هاف تو بروفايد ذا ايمجز يور سيلف ان سيفرال ديفرنت دنسيتيز. اوكي اللي صار معكم بالايكون تاعت الابلكيشن انه انتم رحتوا تما تعرفوها بايدكم انتم بقلب الايمج ميب ماب في تول شفتوا هذا النيو ايمج ايمج اسيت هي بتسهلكم الموضوع بتفرجيكم اياه بتفرجيكم ذا سيم ايكون نفس الايمج ان سيفرال ديفرنت ريزولوشنز لحالها هي بتقطع لكم اياها بس شو عشان تكونوا انتم اصلا عاطينا وذ ذا هايست اكسبكتد ريزولوشن هو بصير بيقدر يطلع منها فيرجنز اصغر منها. اوكي بيقدر يعمل هيدا الشيء بس اذا انت عطيه ايمج صغيره ما بيقدر يكبر لك اياها بيقدر يكبر لك اياها بس يطلع بيكسلايزد بتطلع كومبليتلي اغلي. اوكي سو هذا بالنسبه للايمجز اما بالنسبه للتكست فالتكست عنده بعد مساله اضافيه صغيره ملاحظين هون density independent pixel سو هذه هي اللي لازم تستعملها لتكون بدل البيكسل وبدل الانشز وبدل المليمترز كقياس للصور تاعولك ولكل شيء لايك دروبل التكست لازم تستعمل له scale independent pixel اوكي اللي هي SP الاختصار تاعها لانه ممكن حتى يفوت اليوزر
على السيتنجز تاعو للتليفون تاعو له ويغير الفونت سايز من قلب السيتنجز. اوكي، بهالحاله هيدي اذا حط انه انا بدي الديفولت فونت انه بدي اياه يكون لارجر ذان ذا يوجوال، لارجر ذان ذا نورمال، لانه هو زلمه كبير بالعمر او ما بيقدر يشوف منيحا قريب. سو لازم الابلكيشن تاعيتك تكبر اكوردنجلي. ما في تضلم عندي انا بدي يكون 16 بوينتس اوكي، او ما بعرف قديش بيكسل او اللي بدك اياه. اوكي، هيك حتضلها طلعه صغيره، مش حتكبر ريلاتيفلي مع حاجته لليوزر. فاذا انت حاططها 14 اس بي اوكي، لما هو يعملها و 14 اس بي هو النورمال اوكي، واللارجر هو ليتس سي 20 اس بي، اوتوماتيك حيعملها 20 اس بي. اوكي، ولو كانت هي اوريدي 20 اس بي، الريشيو بين ال 14 بين النورمال واللارجر اوكي، اذا كان هو 1.5 ليتس سي، او بين ال 14 ليتس سي وال 30، هي كانه ضربها ب 2 مش هيك. اذا انت باي ديفولت حاطها 20 اس بي، المفروض يعتبرها كانه اتس 40 اس بي. اوكي، سو مش بس بتطلع density independent number of pixels، وبتطلع كمان scalable مع settings تعول الموبايل ديفايس تاعك. اوكي، وباي ذا واي اذا حطيتوهم غلط هدول الميجرز لحاله بيزبط لكم اياهم، بيعطيكم عليهم warning او error. The same thing holds for the labels. اذا بتكتب label hard coded كمان بيعطيك عليها warning او error. اوكي، هلا اللي انا قلتهم عن السكيل اندبندنت بيكسلز هيك موجودين بهيدي الباراجراف، سو يو شود ابسولوتلي ريد ات اندرستاند. اذا عندك اي سؤال لايك يو ليت مي نو. اوكي، حشرح لكم density independent pixel and the scale independent pixel، وبعدين بيرجع على التكنيكال بارت بيقول لك كيف بدك تزيدها. هلا مثل ما وعدتكم باول هيدا، لانه الريسورسز مش بس بحط فيها الدروبل والسترينجز وهيك، حتى الدايمنشنز والكولرز كمان بحطهم، سو وي ار غانا ديفاين ذم ان ذا سيم واي. سو هون سيلكت ذا ويلكم تكست فيو، برم على بروبرتي اسمها تكست سايز، وقال له بدي ايدنتيفيك از ريسورس، قال له بدي نيو ريسورس، then select type تاع بدي اياه يكون new dimension value. و من الديالوج you can specify a new dimension key اسمه welcome text size as a resource name، وك value نعطيها 40 sp. حتشوفوا هلا الكود completion بيكون شغال معي كل الوقت بيساعدني. okay so to wrap it up، نرجع هون على الactivity main.xml، بعلم الفيو تاعي. I can go to the design view، طلعوا لي هون البروبرتيز، حرجع اكبر كل شيء مشان يبين عليكم. هذا التكست فيو معلم، هون البروبرتيز تعوله I can type text size، so automatically هون حطني عليها. حاليا اخذ لي اياها as something predefined بقلب ال اندرويد، so اخذها من الدايمنشن، بس الديفولت دايمنشن فايل تاع اندرويد في شيء اسمه text size small. اوكي، ليش؟ لانه نهارت اللي حدا هون عمل drag and drop للtext size للtext، by default حط له هيدا البروبرتي لإله. اوكي، what you can do هون، you can define a new resource. لحاله بيعرف انه ال resource type اكيد منا drawable، منا image اللي بتحدد السايز تاع التكست، منا string. اوكي، اكيد it's a dimension، so you type a new dimension سميناها like welcome text view size اذا بدك، أو text size، and then the value is 40 sp كان عم بيقلنا. okay so you validated with okay، بتقول له بديها بالvalues. هلا لاحظوا كل الوقت هون ناطط لي فولدر على جنب اسمه values dash w820dp. هيدي هلا بعد شوي حيرجع هو يمرقكم عليها بايده، بيقول لك خلق وحده مثلها بس لل W يكون 600 dp داش ال H تكون 600 dp. قصده فيها انه خلق specific like values file تتكون انت عندك السايز تاع التكست يطلع in a different way على التابلتس اللي هن عندهم a minimum size width and height of 600 density independent pixel. okay like you can select this folder and you can remove it from here. okay see you. وبس تقولي له plus هو بيساعدك، بس هلا بعد شوي بس نقول له plus بيقول لك شو بدك. بدك layout direction، بدك تعملي مثلا different values لما يكون orientation، يعني مثلا يمكن تعملوا انتم بعض labels يكون اسمه std نقطة n n a m e. okay يعني student name، بس يكون student مختصرة لما يكون portrait. okay وبس تقول له بالorientation تصير
landscape تقولوا student name لانه صار معكم مجال انكم تعرضوا الليبل كامل. So you can really translate او localize او adapt and whatever like whatever content to whatever context of execution. So على كل حال نحن حنتركها هون بالvalues the default values and we can say okay. والحلو فيها بس تعتمدوا هي منيح الواحد يكون مخطط للابلكيشن تاعيته. انا عندي بدي I want to target الفونز اللي هيك سايزز تاعولهم بدي هون يكون اذا كان الويدث هيك او الهايت هيك تتصرف بهالطريقه and so on and so forth. بيخلق كل الفاليوز فولدرز كل الميب مابس and so on. وبصير هون لما بيخلق نيو ريسورس بيقول لها بدي اياها 40 اس بي على الويدث كذا وكذا اوكي بدي اياها تكون 80 على هيدي وهيدا وهيدا الويدث and so on and so forth. بس بيعلمون and you can create very easily your values. I'm gonna say okay لحالة حتشوفوا الفونت سايز كبر عندي اوكي بيرفكت. بس نخلصها حيقلكم هون فيكم تروحوا انتم على الدايمنشن فايل وتتاكدوا انه الفاليو صارت مخلوقه. سو انا اي كان جو تو ذا اكس ام ال فايل هون ذا تكست اي كان كليك اون ذا دايمنشن اند ذن اي كان جيت اب ذا ويلكم تكست سايز صار معرف هون. وانس اجين كان ما في شيء بيمنعك انت تجي هون وتعرفهم ليك فيك تجي هون. وانس تعودت انت على السنتكس مع الوقت فيك تقول له انا عندي نيو دايمنشن النيم تاعها the like icon size افترضنا okay and then icon size كان مفقوس عندي ال insert so this is why لحالي مجرد ما سكرتها بيعطيني هيك and I can like put whatever value انا عندي اياها okay. So بس تعود على السنتكس بصير انت فيك تيجي تشتغلهم بايدك مش مضطر على هدول الجرافيكال انترفيسز مع انه هدول الجرافيكال انترفيس مش عم بيعملوا الا انه من فيرجن لفيرجن الا عم بحسنون اوكي وعم بيصيروا مور يوزر فريندلي اوكي. وات ايلس كرييتينج ا دايمنشن ريسورس فور ذا فونت سايز اون ا لارج تابلت ديفايس. هون بيجي بيقول لك ذا 40 اس بي فونت سايز وركس ويل فور فونت سايز ديفايسز بات ات از سمول فور تابلتس. So Android can automatically choose different resource values based on the device sizes, orientation, pixel densities, and so on and so forth. لنعمل هيدا الشيء فينا نروح نفس الطريقة نخلق new resource نسميها welcome text size بس هالمرة نعطيها 80 SP وهون هيدا plus button اللي كنا عم نحكي عنها بدنا نفوت ننقي new resource directory ونقول له بدنا الكواليفاير اللي بدنا إياه يكون هو the screen width. Okay. انا جايز عم اوير اوف ذا تايم بس انا عم كفي لانه عم كان رايح منا وقت انا ناطر كنا على اساس نبلش اللاب على الوقت and so on and so forth. فانا anyway حكفيهم هدول البارتس لانه حرام نقضي عليهم هذا it's a very basic tiny exercise مش مفروض نقضي عليه كتير وقت. هولي عم يشتغلوا معكم هلا لانه they are relevant. هلا حتشوف بعد شوي بس ازيد الايمج وهيك بمشي بسرعه الباقيين الانترناشوناليزيشن هيك شايفينه معي بالفيديو القديم so you can do them on your own. خلصتيهم اوكي سو اتس كومبليتلي فيزبل بس ستيل حامشي فيهم مع الشباب اللي عم يحضروا الفيديو ستيب باي ستيب. صدقني اتس في حطيت انا سيت اوف ريكوايرد سكيلز عليه سو في هن مثل انه المتعود على التيتوريالز والهيدا اتس نوت ا بيج ديل وانتم فيكم تعودوا الكل فيه. انا اللي بضمنه انه الكل مفروض يوزنج هذا الديتيل تاكس والفيديوز والمتابعه تاعتنا كلياتنا انا بشتغل على سرعه يعني اقرب شيء على الافرج وطلوع اوكي من تحت الافرج وطلوع مش ما بشتغل هذا اللي كثير بطيء هو بكون عم بيظلمنا معه اوكي لانه اتس كومبليتلي فيزبل ات شود بي فيزبل. سو وانس اجين لكن حنروح هون على البروبرتي اللي اسمها text size وحنروح نقول له بدنا a new resource new dimension كمان نعطيها like welcome text size من هون yes the same thing yeah I think مفروض name ما بيبين الليبل بيبين sorry value النيم من بلا كان مبين هلا برجع بفرجيك اياه بس هلا ما في حاطلع من هيدي الويندو تبع اسكر كل شيء بالاكس ام ال فايل كان موجود يعني بالدايمنشن بيكون كاتب النيم لا 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 لا
الايفكت تاع الفاليو ببين، بس هي هذا النيم هو بس مشان تكون كاتبه ب XML فايل معرفه و XML فايل ثاني عم بيستعمله، كانه مثل الفاريبل نيم اذا بدك، اوكي؟ بس منه جافا فاريبل نيم، اتس ان XML فاريبل نيم مشان هيك بتلاقيه سمول ليترز، اتس سنيك كيس بسموه سنيك كيس، لانه سمول ليترز اندرسكور سمول ليترز اندرسكور، اوكي؟ فمثل كانه حيي، كانه اوكي؟ ما بتعرف يسموه سنيك كيس، منه كامل كيس مثل جافا. سو هون حقيقة مثل ما شايف حنعمل لها ديسيلكت للفاليوز من هون، ولا اذا بتركها بقلب الفاليوز بسميها بنفس الاسم بيعطيني ايرور، كيف عم تعرف تو كيز وذ ذا سيم نيم ويلكم اندرسكور تكست سايز. ام غانا هيت بلس وام غانا بيك اب انه الكرايتيريا تاعتي هي سكرين ويدث. هون عندك الافيلبل كواليفايرز. سو يس انتم عم تقرا من هون بتحسهم اشياء غريبه، بس اذا تمشي ستيب باي ستيب اوكي وصلت على هيدي افيلبل كواليفاير يو ويل سي ات، وحط لك اياها ان بولد. عنده مثل نيمينج كونفنشن هون بيستعملها كل وقت بالكتاب، سي بتقدر تقفر شو هن اسماء المانيوز، شو هن اسماء الفاريبلز اند سو اون. اند ذن سيلكت سكرين ويدث وكليك اون ذا دبل اروز هير لتقول له انا بدي هيدا الكواليفاير. اوكي وهون بيقول لك شو السكرين ويدث، طبعا اعطاك ايرور لانه اتس ان انكوركت سكرين ويدث بعد ما كتبنا شيء. حنروح معه هون لنشوف شو لازم نكتب. next enter 600 in the screen width field. اوكي هلا بعد شوي حيفسرنا انه هو ليك لاحظ كيف عم تطلع values dash width 600 dp، مشان تصير تقول له من 600 dp وبتطالع بليز دوبل لي الفونت سايز. اوكي طبعا سو مش هتلاحظ مش هتقدر تسيبها 100% الا اذا الك جلد، واذا عن جد الابلكيشن مطلوب والاونر تاع الابلكيشن لايك الكاستمر طالب منك او كانهانسمنت ان ذا فيوتشر، سو يو كان دو از ماتش ريفاينمنت از يو وونت. اوكي فيك تشتغل فيها مثل ما انت بدك. اي ثينك حيطلب كمان ادجستمنت ثاني، كمان بدك تزيد انذر كواليفاير الهايت وتقول له كمان بدي 600. فهلا حتشوف كيف حيطلع اسم الفولدر، حنقول له كمان من هون عن جديد ام نوت شور ليش طلعت عندي السكرين. يس حنروح على السكرين هايت كمان نزيد عنا وقول له بليز لما تكون at least 600 dp طبق لي هيدا ال اب اي ثينك اي دونت نيد دي بي، هو لحاله بيخدها. اوكي سو لاحظوا كيف هلا حيطلع الدايركتوري نيم، حيصير الفاليوز دايركتوري بيعملوا كوبي بيست بحطه بقلبه دايمنشن دوت اكس ام ال جديد وبغير بس هذا دايمنشن دوت اكس ام ال. وانس اجان مثل ما كنت عم بقول لكم عم بحكي لكم شوي شفهي، في بقلب هذا الفاليوز داش ويث 600 دي بي داش هايت 600 دي بي اللي هو سايز تاع التابلتس وطلوع هن تقريبا 8 9 انشز وطلوع، هيدا السايز في كمان خلي يصير ليبلز التكست بحد ذاته تاع شو اسمه يتغير ان انجلش او ان سبانيش او ان اذر لانجويجز. اوكي سو بياخذ اي فايل بدي اياه سترينجز دوت اكس ام ال وبرجع بحطه عندي. ومثل ما شايفين هدول كواليفاير ليك قديش الليست نوعا ما طول. اوكي بيست على الاورينتيشن، بيست على الدايركشن تاع شو اسمه، بيست على السكرين ويث اند هايت، بيس على الكونتري على اللوكل، يو كان كومباين ذم. شو عم بيعمل لك هو هون؟ عم بيحط لك داش كذا داش كذا داش كذا. فانت في هلا هي ذاتها داش اي ان تكون شيء، داش اي ار تطلع بالعربي شيء ثاني، اوكي؟ سو يو كان كومباين ذم از يو لايك. ام غانا سي اوكي وحاصير علم هيدي الفاليو شيء عن الفاليوز، اند ام غانا هيت اوكي بس لاتاكد انه هذا هو الشيء اللي بده اياه، ما بده اكثر من هيك. سو كليك اوكي تو كريت ا نيو ريسورس فولدر نيمد فاليوز اكس لارج. In the new dimension value dialog, check the this folder. Okay, so I think هذه هي بالغلط هي values dash هدول الأساس. This creates another welcome text dimension, etc. etc. وبيطلع لك بقلب هذا الفولدر. Android will use that resource for the devices with extra large screen width and height. فيك جربه على تابلت عندك بالبيت إذا عندك أي Android based tablet أو كمان من قلب الإيميليتور. We can check up the result. Okay. So I'm gonna hit okay now. مية بالمية. Resource folder في أي واحدة من هودي layouts ولا values ولا map maps بيقدر يترجم لي إيه هون أنا مثل ما أنا بدي. هلا بس كيف بيفرجيك إيه هون مثل ما قلت لهم شباب بأول الحصة بيفرجي هون it's we are in the Android view مش in the project view. بالAndroid view بيفرجيك إيه إنه انخلق another dimension dot XML بفرجيك هون كل الدايمنشنز حد بعضهم وبين بارنتيسز بكون كاتب لك شو الفرق بيناتهم. هلا اذا بفقص هون دبل كليك على هيدا الدايمنشن بلاقي فيه بس هيدا نعمل له اوفر رايدنج. اوكي بقيه الدايمنشنز
هتلاقيهم بعده مثل ما هن كانوا مكتوبين بقلب الدايمنشن دوت اكس ام ال العادي، معناتها اذا منن اوفر ريدن حياخذ الديفولت فاليوز الموجودين هون. مثل فكره الترانسليشن، اذا واحد في ليبل منه مترجمه بياخذ الديفولت ليبل ان انجلش. اوكي، اما اذا بنروح هون على البروجكت فيو وبنشوف نفس الفايلات، فبتلاحظوا هون في عندي ديفرنت فولدر ستراكشر. لاحظي هون في عندي ديفرنت فولدرز، واحد اسمه فاليوز بقلبه colors و dimension و strings، واحد تاني اسمه values بهيدا ال width وال height بقلبه بس ال dimension is overridden، وبقلب ال dimension مثل ما كنت شايفة ما في بقلبه الا text size تاع ال welcome هو اللي هو overridden. سوري؟ يا 100% 100%، بس انا ما ترجم بعد بالفرنسي، ترجم بس حسب السكرين سايز حاليا. هالترجمه بعدين جاي في سكشن خصوصي لها كمان، انا بالحصه الاولانيه حكي عنهم. نحن هلا هون بال5 بال6 وي ار غانا ران ذا ابلكيشن، اند ذن ان 7 وي ار غانا ميك ات اكسسبل، وبال8 وي ار غانا ميك ات انترناشونال. اوكي، انترناشونالايزد. بيرفكت. سيتنج ذا تاكسي فيو تاكس كولر. Okay, you can follow the same concept. بس بالنسبة للcolor عم بيقول لك كلكم درسين HTML CSS وبتتذكروا الcolors كيف كانوا يعطون as values hash sign، وبتعطوا ست hexadecimal numbers. Okay، ليش؟ لأنه كل رقمين hexadecimal number هن واحدة، أول واحدة هي بين الزيرو والF، وتاني رقم هو بين الزيرو والF. زيرو زيرو بتعني زيرو، الF F هي بتعني 255. اوكي، فعليا عم بتعطيك انت بين 00 بين 00 وبين الاف اف عم تعطي انت values between 0 and 255. اوكي، لتعطي actually 256 different graduation of red or green or blue. وطبعا فيك تزيد عليهم بعد كأول letter الفا transparency، كمان هي value بين 0 و 255 لتقول قديش transparent. اذا بتعطيها انت actually لا ترانسبرنسي FF بيكون completely opaque، يعني بتبين كاملة ما في ترانسبرنسي، and zero it's completely transparent. Okay, so you define it the same way guys. فيكم تتبعون. Due to the time constraint، ياما إذا لحقت مع الإنجليش section نشتغل شوي أسرع، ببقى بسجل البارت الخاصة باللاي أوت. أوكي، أذروايز إتس نوت بيج ديل، فينا نخلصه نحن الأسبوع الجاي. أوكي، بس honestly يعني most probably إذا خلصتوا مع الإنجليش حصير أطلب منكم تشتغلون on your own بالويك أند، وبيكون الفيديو مسجل مشان فرجيكم شرح عنهم شو المقصود فيهم، لأنه هني هم مشروحين. grosso modo lay out gravity بتعطيه بس مشان يطلع التكست centered بالنص. أوكي، yes. وشو بعد في عندك كمان ال weight property، ال weight بقلب لاي اوت معين. لما يكون عندي linear لاي اوت فيك تعطي لاي اوت weight لكل component جواته. المقصود فيه هون اذا انا بدي يطلع نص السكرين قاعد فيها ال هيدا التكست فيو، والنص الثاني طلع فيها البج من تحت، بعطيهم لكل واحد فيهم لاي اوت weight equal to 1. إذا بتعطيهم layout weight equal to 0 ببين بس التكست فيو الفوقاني، إذا قايل له match parent بالطول، وإذا قايل له wrap content ليبين اللي تحته. أوكي، فأنا فيك تشيل عنه أصلا، فيك تقول له height is equal to 0 و it's recommended أصلا أنك تقول له أن height is equal to 0 dp مشان ما بقى ياخد أبدا measure ليحسب لك height. بتقول له عندي layout height weight، أوكي، أو weight actually أنه it's equal to 1، والثاني is equal to 1. قديش بيطلع total للweights إذا 2 تون 1؟ 2. فبيجي بيسأل حاله أول واحد قديش الweight تاعه؟ 1. 1 over 2 لكن نص الشاشة بيعطي نص السكرين. الثاني قديش؟ أوكي، فلو أعطيتهم weight أنا 1 and 2 للإيمج كان حتاخد الأول حيطلع total 3، فالأول حياخد 1 third of the screen والثاني حياخد 2 third. ما في أحلى من هيك إنك تعرف أنت relative layout على tablet بياخد تلت المسافة، على تي في بياخد تلت المسافة، and so حيضلوا like relatively the same ratio، حيضلوا كأنه the same look and feel. okay، I think هون البج by the way هي it's another file I have to provide you with it. كمان هلا حاحط لكم انا تو ايمجز على دروب بوكس، وراح احط لكم التيب كالكوليتر اس ار سي فولدر على دروب بوكس. هيك صار فيكم انتم مع
التكست بوك اللي هو اوريدي موجود بقلب الريدنجز فولدر، صار فيكم تبلشوا انتم الشغل تاعكم. اوكي لانه ليك انا خلصنا بعد هذا الستب، في بس تو بريفيو ذا ديزاين ان سيفرال ديفرنت ديفايسز اند ذن يو ويل جيت ذا ريزلت. اوكي ثانك يو. انا بس خليني اخذ سريعا.